وابدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم اجمل واطيب تحيه وترحيب من عاصمه الميادين، حيث اعلنت انطلاقه شوطنا الحادي عشر للحول المحليات الاصايل واول اشواط الانتاج والمنتجين في هذا الصباح، لابدا مع المركز الاول واتابع الحضور مع حفله لمبارك بن خليفه بن ضبيب الشامسي، من يقدم لنا حفله على اول المراكز وعلى اول التحديات. المركز الثاني القادمة مع ثاني المراكز احضرت في هذه اللحظات مرضية عمران بن سلطان بن تريم الكتبي، من يقدم لنا مرضية مع المركز الثاني. المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات جميلة بشعار محمد بن عبيد بن سويد العامري، من يقدم لنا شعاره مع ثالث المراكز. المركز الرابع القادم في هذه اللحظات والحاضره محنه لخليفه بن احمد بن سيف الرميثي، من يقدم لنا محنه مع المركز الرابع. الله يا سلام على هذا الشعار الحاضر وانطلاقه هذا الشعار. خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي بينما القدوم مع المركز الخامس القادمة دكتورة. دكتورة هي الحاضرة بشعار حموده بن محمد بن حموده الظاهرية، من يقدم لنا دكتورة. بينما المركز السادس القادمة في هذه اللحظات والحاضرة جميلة سعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري، من يقدم لنا جميلة. بينما الحضور احضرت شواهين لعبد الله بن حمد بن سالم بالعود العامري، يقدم لنا شواهين والانضمام والحضور في هذه اللحظات. انضمت واحضرت الشاهينية خليفة بن غدير بن حمدان الوهيبي قادم وحاضر في هذه اللحظات، وكذلك القادمة غادة بشعار أحمد بن حمد بن مبارك الشمسي، من يقدم لنا شعاره. لكن هكذا النداء الأول للأسماء الحاضرة والشعارات المتواجدة من خلال هذا الانطلاق ومن خلال هذا التحدي. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى جميلة جميلة مع المركز الأول. يقدم لنا جميلة محمد بن عبيد بن سويد العامري مع انطلاقاته جميلة وحضوره جميلة. 3 كيلومترات انقضت وتبقى 3 كيلومترات يا مالك جميلة. هنا مع الصدارة مع المركز الأول بهذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني القادم حفلة مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي، من يقدم لنا انطلاقة وحضور حفلة على المركز الثاني. المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات والحاضرة دكتورة حمود بن محمد بن حمود الظهري، مقدما لنا دكتورة بحضورها على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت جميلة بشعار سعادة فرج بن علي بن حمود الظهري، والمركز الخامس شواهين عبد الله بن حمد بن سالم بالعود بن سعيد العامري، من يقدم
يقدم لنا شوهين على المركز الخامس المركز السادس. غادة هي القادمة، غادة هي الحاضرة بشعار أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي. من يقدم لنا غادة؟ بينما القادمة مع سابع المراكز، القادمة تشريف علي بن سالم بن محمد الوهيبي مع سابع المراكز، والمركز الثامن القادمة الشاهينية خليفة بن غدير بن حمدان الوهيبي، وانضمام مع احترام الزفنة بالدحبة بن سعيد الأعفاري، وكذلك القدوم من سلهودة حمد بن طرشون بن صالح العامري. من يقدم لنا شعاره؟ مع المركز العاشر نداون الثاني انقضى مشاهدينا متابعينا الكرام مع الأسماء الحاضرة مع الشعارات المتواجدة من خلال هذا الانطلاق. العودة إلى جميله جميله مع الصدارة هناك مع المركز الأول، يقدم لنا جميله بهذا الحضور محمد بن عبيد بن سويد العام العامري، وانطلاقاته جميلة وحضورها الجميل وحضورها الطاغي مع مقدمة الشوط جميلة مع المركز الأول. المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات حفلة المبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي، بينما القادمة والحاضرة مع المركز الثالث في هذه اللحظات القادمة شوهين عبد الله بن حمد بن سالم بالعود بن سعيد العامري، وانضمت وحضرت تشريف لعلي بن سالم بن محمد الوهيبي. من يقدم لنا تشريف المركز الخامس؟ شعار سعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري مع جميلة مع المركز الخامس، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول وأجواء الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير. يا أخوان يا أخوان يا أخوان، جميلة جميلة جميلة، محمد بن عبيد بن سويد العامري وانطلاقات العامري وحضور العامري مع جميلة والعصف الابطان. هات العروض هات يا العامري يا راعي جميلة، وروح نحو الانتصار، روح نحو الفوز، نحو الفوز والانتصار. هات العروض الجميلة هنا مع جميلة، مع جميلة، بسم الله ما شاء الله، انطلقت جميلة، غادرت جميلة نحو الفوز والانتصار. محمد بن عبيد بن سويد العامري وانطلاقاته، العامري وحضوره، العامري وانجازاته، العامري وتاريخه المشرف. يا راعي جميلة، يا راعي جميلة، يا ابو عبيد مشكور، يا محمد، يا بن عبيد، يا بن سويد، يا العامري على هذا التقديم والأداء الجميل. المركز الثاني شوهين عبد الله بن حمد بن سالم بن عود العامري، والمركز الثالث كانت حفل مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي، وتشريف مع المركز الرابع علي بن سالم بن محمد الوهيبي، والمركز الخامس كان حضور احترام الزفنة بالدحلة بن سعيد الأعفاري. تانينا لمالكي جميلة محمد بن عبيد بن سويد العامري، هذه لحظات وصولها ولحظات الإعادة عبر قناة ياس، جميلة خاطفة ناموس هذا الشوط. 9 دقائق 17 ثانية، 6 أجزاء من الثانية، التوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم مع جميلة ومع العامري. بعبيد من قدمها المركز الثاني، 9 دقائق 22 ثانية و8 أجزاء من الثانية. شوهين بشعار عبد الله بن حمد بن سالم بن عود العامري، والمركز الثالث 9 دقائق 26 ثانية وجزئين من الثواني حفلة بشعار مبارك بن خليفة بن ضبيب الشامسي. تهانينا وألف مبروك لجميع الأخوان
الفائزين في صباح هذا اليوم. بسم الله الرحمن